مهما كانت الظروف راضي عمره ما بيتأخر عن شغله أبدا، لو ريح أو مطر في الفجرية أو بعد الظهرية ما بتفرقش مع راضي في كل الأحوال، إلا رشه خدته الريح وطهرت وقازت البهايم بتاعت جيرانه أو المطر غسله من على ورق الأخضر ونزل على التربة الزراعية، وبكده ما باجيش في حماية من الأفات والحشرات. إيه اللي كسبه راضي غير إنه تعلم إن الرش في الأوقات الغلط أو الجو المقلوب ما منهوش أي فايدة وممكن يضر؟ اتلاف الريح والمطر لما تاجي ترش المبيد ورش في المعاد الصح، إما ساعة الفجرية أو بعد العصرية.